بسكلات مالاتي وعندي هواية غراض ما محتاجين اني، واكو اشياء جديدة ما مستعملها فراح اخذهن اليوم السوق الاحد واحاول ابيعهن. من ضمنهن خلنا اشوفكم شنو هاي الاشياء. من ضمن هاي الاشياء البايسيكل الاصفر هذا والبايسيكل الجديد اللي شفتوه بالفيديو البارحة او اخر فيديو، واكو بعض الكيبلات. طبعا اني عندي واهس مال كيبلات ومال حاسبات، فعدي هواي هواي اشياء هنا انا مخليهن واللي قدام، حتى ملاعيب وهاي الاشياء وزوليه. فاليوم راح نروح السوق الاحد واحاول ابيعهن. عندي تقريبا 4 بايسكلات، هذني 2 هنا واثنين جوا، وعندي سكودر همينه هو الشاحنه مالته، فخلنا نخليهن هنا ونروح نبيعهن. اليوم وياي نرمين، قالت اليوم راح اساعدك فجبناها ويانا ساعدنا، وابوي هناك همينه جاي ينتظرني بصواب ميت. راح ناجر مكانين هناك اليوم، نحاول ويكون مكانين واحد بصف الاخ، حتى لانه غراضي وغراضه وحده على مود نكون قريبين واحد على الاخ، لان اكو اشياء انا ما جايبها وياي، مثلا كراسي، طباخ، مي، هاي الشغلات عفتها على ابوي. البقيات اني جبت بس الشغلات اللي راح ابيعهن، واحاول اليوم اصفيهن ذني كلهن. اذا تريد تجي تفتح بهذا المكان لازم تلزم سره بهذا الكشك، هساني لازم سره هنا، واكو بيهم عندهم يعني اشتراك شهري فيجون قبل بسياراتهم من هنا. الدخوليه السياره الوحده 25 دولار، يعني احنا اليوم راح ناجر مكانين، المكانين ب 50 دولار. هسا جبنا هذا الابلكيشن ولازم نعبي بيه المعلومات كليتها، من الاسم والعنوان مال البيت، وش راح تبيع، وش قد قيمته راح تبيعهن، بزنس ادرس، والاشياء اللي راح تبيعهن. هذا الدخول مال السوق، انا ما اعرف مكانه وين، بس دا اتبع ابويا دا اشوفه من هاي ديك سيارته من هناك. طبعا انا هسه ذبينا الغراض وكانت كلش هوسه، فهسه لازم اطلع وحده من السيارات لانه نصبنا الغراض اللي ورا، لازم اخلي هاي السياره بالجراج. اليوم ازدحام اكثر من البارحه، هواي ناس مثل ما تشوفون، لانه هنا لازم المكان هو مال السياره هو مال غراضك، فخلينا سياره ابويا بالمكان والمكان الثاني خلينا بيه غراضنا. هسه احنا فتحنا، طبعا هذا المكان مالتي هنا وهذاك مكان ابويا، وهذني الاشياء اللي عارضين للبيع. عندي 4 بايسكلات اليوم او 5 بايسكلات، هذا ما يعتبر بايسكل لانه هذا تعبان، وبعض الاشياء يعني الشغلات البسيطه، وهذا المشكله مالته ما بي ستاند فخليته هنا، مو مشكله هذا حتى لو ما ابيعه يعني مو فد مشكله، بس اهم شيء على الاقل نبيع لنا فد بايسكلين اليوم. This 150. احنا جايبين ويانا قوري وطباخ، فهسه نسوي شاي لانه صارت الدنيا الظهر، وحتى جايبين ويانا يعني شغلات نستفاد منها، مثلا هاي جنطة مال مي بيها اكل مو همينة، هنفتحها نشوف جايب لنا اليوم. بيض اكيد بيض سلق، اي مال مال سفري، اي اي هذا بيض سلق وخبز. ما عندي علاقة، عندك علاقة؟ بالصفر علاقة. $10. Yeah, this Nike. بابا، are you gonna put the $10 higher? Okay, that's fine. اي اعرف جاي تساعديني، احنا نجيبك هنا مو نعطيك فلوس، نوكلك تاكو ونشربك، مو؟ لا لا شو تقدين؟ جيت هنا حتى ابيع وانا اخذ فلوس. الفلوس مو لك بابا، اللي الي مالاتي غير غراضي. اذا انا همنا عندي غراض هنا ما يخالف اعطيك، من نكمل راح اعطيك يوم ودك اعطيك جو جوارينا فتحوا بصفنا. نرمين؟ تعال نرمين تعال اكلي. ابوي مخلي غراضه على هذا الميز، شو ابو علي كل شوي واحد يعطي 10 دولارات 5 دولارات 7 دولارات، قلت خلينا نخلي من غراضي
زين اخليه الموين يمه فوق بركه الله ينباعن. لا انا عرفت ليش شنو السر هنا وبارزات هنا مبينات. لا لا قريبات على ايديهم. قريبات على ايدي. اليوم اني عرفت كلمه جديده بالسبانيش. برسافول يعني ايش قد. How much. وغراسياس thank you. شكرا. بالعربي شكرا. ضيعنا العربي نتعلم اسباني. يا سيسين هي يعني تتعلم ثلاث لغات بتحكي انجليزي وعربي واسباني. غراسيا غراسيا سينوريتا. هسه اريد اعرف احنا جايين نصور لو جايين على باب الله نبيع. شوفوا شلون متشتف هيك متشتف ويباوع الغراض وانا جاي اصور و... اليوم ما ادري ايش به ضايج ضايج اليوم ليش؟ العصفور يتفلى والصياد يتقلى. $10 خلنا اشوفكم هذني الغراض اللي اشتريتهن من علي اكسبريس من هذا الويب سايت هذني مال اوبر. انا هذني اشتريت وجبه كلش كبيره بيهن بالـ80 وحده علي بدولارين قلت هذني ما راح ينباعن فتفاجئت اليوم والله بعت منهم تقريبا 5 أو 6 على $10 فصارن فلوس. نفس الشيء هذني هاي مال السياره وعندي بعض القطع يعني الشغلات النواعم يعني على شاحنه على كيبل على هيدفون بعناها تخلصنا منهن صارن فلوس فشي كلش حلو طلعنا فلوس المكان طبعا. والبايسكلات انا ما متوازع عليها لانه اكو واحد على الفيسبوك حاليا دعامني على هذا دي يقول لي شو وقت اقدر اجي اخذه منك فالبايسكلات هنا فلوس عادي ف حاره الدنيا انكسرت الشمسيه طارت ما شو صارت صار خلي اعوفها هيك حلوه. طبعا رحت دا اجيب السياره واجي ولقيتهم بايعين البايسكل الاصفر مو الاخضر هذا الاخضر الاصفر باعوا $200 which is يعني زين. انا اشتريته ب 140 بعناه 200 خلصت منه لانه ما بيستاند عذبني اليوم